النهاردة بانطلاقة جديدة لوزارة التضامن الاجتماعي مؤتمر الاستثمار الاجتماعي والشراكات الفعالة. أعتقد أن المرحلة اللي بتمر بيها الوزارة مرحلة جديدة وإعادة ميلاد ليها بشكل مش بس تضامني ولكن شكل استثماري في تنوع شراكاتها ما بين القطاع الخاص مش بس مع المجتمع المدني والحكومي ولكن القطاع الخاص، المستثمرين، جمعيات الأعمال، التعاونيات، وزارات بتعمل في الاستثمار، جهاز تنمية المشروعات، وزارة قطاع الأعمال. بندخ برضو مشروعات مع الشراكات، مع الشركاء المعنيين في ضخ جزء من الموارد في الريف المصري. الشراكة دي محسوبة، ليها دراسة جدوى وليها مكاسب وخسائر وليها كفاءة استخدام الموارد وليها أيضا قياس الوضع الحالي علشان نقدر نشوف الأثر فيما بعد. فبنطلق شراكة مع المستثمرين النهاردة، بنطلق منصة إلكترونية، ولكن دي انطلاقة فقط. طريقنا طويل ولكنه ممكن وشايفينه إن شاء الله هنوصل فيه، ولو كانت بخطة حثيثة لكن إن شاء الله هينطلق بعد كده بخطة قوية إن شاء الله. بالأمس يعني شرفنا في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بزيارة معالي الوزيرة، وسألتني سؤال مهم قوي. أنا عايز أشوف الشريحة العمرية للمتقدمين للعلاج من إجمالي 170,000 مريض إدمان. فقلت لها الحقيقة إن تقريباً عندنا من 31 ل 40 سنة هم دول الشريحة الأكبر اللي بتطلب للعلاج، ويليها من 21 ل 30 سنة. فسيادتها قالت لي كلمة مهمة جداً، خلي بالك يا عمرو إن ده سن الإنتاج. لما يجي لك 170,000 مريض إدمان متقدم للعلاج، ده سن الإنتاج بشكل كبير، ويتعين علينا الاستثمار فيهم اقتصاديا بشكل كبير. فكرنا مع معالي الوزيرة ما هو المانع أو بندفع في هذا الاتجاه إن يحصل تكوين شركات ضخمة في بعض المحافظات. فكلمنا مثلا محافظة زي الوادي الجديد، ليه ما يتعملش فيها مصنع كبير أو شركة كبيرة بتنتج حجم إنتاج ضخم جدا من النخيل؟ نقدر نعمل مزارع ضخمة في الشركة دي، ومش مجرد إن هو زراعة نخيل، لا ده زراعة نخيل والصناعات المكملة ليه. فهنلاقي سلسلة قيمة مضافة، مصانع كتيرة نشأت وراء بعضها، تقدر نوظف عدد كبير جدا. المصانع دي كثيفة العمالة، هي محتاجة عمالة بالأساس.